المستشار النمساوي يستقبل رئيس الوزراء الهندي في فيينا. النمسا تؤكد على موقفها من الانضمام الى حلف الناتو. وزير الخارجيه يرفض مقاطعه رئاسه المجر للاتحاد الاوروبي. وزيره البيئه تقرر مراجعه عقد الغاز الطويل الامد مع روسيا. وفد صيني يبحث تعزيز الاستثمار مع النمسا في قطاع التكنولوجيا. واخيرا دراسه تؤكد ان توزيع الثروه الماليه في النمسا غير متساو. مرحبا بكم في نشره الاخبار عن النمسا ميديا لهذا اليوم. المستشار النمساوي قال نهاما على عمق العلاقات الثنائيه مع الهند وحرصه على تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار بمناسبه مرور 75 عاما على العلاقات الثنائيه واشار نهاما في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الى دور الهند المحوري في انهاء الحرب في اوكرانيا خاصه بعد زياره مودي الى روسيا وأشار نهما إلى النمو المستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث بلغت التجارة البينية 2.7 مليار دولار دولار مع توسيع التعاون في الرقمنة والتكنولوجيا وأعرب مودي عن اعتزازه بالزيارة التاريخية إلى النمسا مشيرا إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين اكد وزير الخارجيه النمساويه الكسندر شارنبيرغ ان النمسا لا تعتزم الانضمام الى حلف شمال الاطلسي الناتو لكنها تخطط لتعزيز التعاون معه واوضح شالنبيرغ ان النمسا تعتبر نفسها دوله محايده عسكريا وتشارك منذ عام 1995 في برنامج الشراكه من اجل السلام التابع للناتو وفي سياق اخر علقت وزيره الدفاع النمساويه كلاوديا تانا على سماح الدول الغربيه لاوكرانيا بمهاجمه مناطق في روسيا. معتبرة ذلك تجاوزا للخط الأحمر وأكدتنا على موقف الناتو بعدم إرسال قوات إلى أوكرانيا أربى وزير الخارجية النمساوية ألكسندر شالنبيرغ عن رفضه لمقاطعة رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي كاحتجاج على تصرفات رئيس الوزراء فيكتور أوربان مشددا على ضرورة التعاون المهني وأكد شالنبيرغ أن أوربان سيحتاج لتقديم تفسيرات لرحلاته غير المفوضة من الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن رحلاته كانت على نفقته الخاصة وردا على تقرير عن مقاطعه ممثلي حكومات اوروبيه الاجتماع برئاسه المجر نفى شارنبرغ علمه بذلك وانتقد شارنبرغ زياره اوربان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكدا ان اوربان لم يتحدث باسم الاتحاد الاوروبي ودعا شارنبرغ الى جلب بوتين لطاوله المفاوضات مشيرا الى دور الهند في هذا السياق. اعلنت وزيره الطاقه النمساويه ليونور جيفسلا عن اطلاق مراجعه شروط العقد الطويل الامد بين شركه الغاز الروسيه غازبروم وشركه الطاقه النمساويه او ام فاو مما يزيد الضغوط لوقف استيراد الغاز من روسيا وأوضحت جيفيس لأن لجنة من خبراء في القانون والطاقة والاقتصاد ستراجع العقد السري على أن تنشر النتائج الأولية في الخريف المقبل وأشارت إلى ضرورة المضي قدما نحو الاستقلال في مجال الطاقة وتعلم الدروس من الماضي بينما أكدت أو إم أن شروط الاستلام أو الدفع في العقد تمنع تخفيض كمية الغاز المستوردة وأضافت أن إمدادات الغاز الروسي قد تتوقف إذا تمت مصادرة الأقساط المدفوعة كجزء من عملية تحكيم ناقش وفد من رجال أعمال الصينيين من مقاطعة كواندونغ مع نظرائهم في الغرفة الاقتصادية النمساوية سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة في قطاع التكنولوجيا وأكد فالتر روك مدير الغرفة على الاهتمام الكبير بالتكنولوجيا النمساوية في الصين مما يشير إلى فرص واعدة للشركات المحلية في السوق الصينية الضخمة وتعد كواندونغ المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان والأولى اقتصاديا في الصين حيث تضم أكثر من 75 ألف شركة للتكنولوجيا الفائقة وتتركز صادراتها على المنتجات الالكترونيه والكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات وتم مناقشه التعاون في مجال اداره المياه كشف تقرير الثروة العالمية 2024 لمجموعة بوستون الاستشارية أن حوالي 400 شخص في النمسا يمتلك 323 مليار يورو أي أكثر من ثلث إجمالي الثروة المالية في البلاد وارتفع عدد اصحاب الملايين بالدولار في النمسا الى اكثر من 50 الف شخص في المقابل يمتلك 7.2 مليون نمساوي اقل من 250 الف دولار امريكي من الثروه الماليه وتشكل هذه المجموعه ثلث الثروه الماليه للبلاد ورغم الأداء الجيد للبورصات لم يتغير صافي الثروة الإجمالية للنمساويين بشكل كبير في عام 2023 حيث زاد بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 2.5 تريليون دولار كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ريم ومساء سعيدة وإلى اللقاء